السلام عليكم. احنا جد فخورين بحضور واحد اللقاء تواصلي مع تلاميذ الثانوية الإعدادية لالا مريم من تنشيط الإدارة وسيد المستشار في التوجيه بالمؤسسة، حيث تم تنشيط عدة فقرات. أول فقرة كانت تتعلق بواحد الرائز ديال الميولات المهنية، وتم التلاميذ الإجابة على هذا الرائد، وبالتالي استخراج الشخصيات أو أنماط الشخصية لمراقبة هل هناك تناسق وانسجام ما بين المشاريع المستقبلية والاختيارات الدراسية، وهو يدخل في إطار التوجيه. ثم فقرة ثانية اللي نشطها الفنان ديالنا من أبناء من تلاميذة لالا مريم، وهو أستاذ محمد بوحافة، كتعلق بطرق مختلفة في السحر، وتستجبوا مع التلاميذ بواحد الشكل رائع، وحبدوا أنهم ينخرطوا في واحد النادي اللي كيتعلق بهذا المجال أي مجال السحر. وكذلك بعض التلميذات قاموا بواحد دور مسرحي، عندهم تطلعات وعندهم مشاريع أنهم يكونوا ممثلات في المستقبل. إذن كان يوم رائع تواصلي، نساجبوا لتلامد بواحد طريقة رائعة، واتخاذ ذكريات وتسليم شواهد تقديرية. وكنشكروا الإدارة، كنشكروا الموجي، كنشكروا الطاقم بأكمله من أساتذة وهذا على تنظيم هذا اليوم التواصلي، ونتمنوا يتعاود مرة أخرى. والسلام عليكم. محمد بوحافة، سن 27 سنة، ابن مدينة الجديدة، بطل المغرب في ألعاب سحرية 4 مرات الحمد لله. شرفت المغرب برا المغرب، وأنا الحمد لله دابا راه كنتواجد في مدرسة لالا مريم اللي هي المدرسة ديالي القديمة اللي قريت فيها، وأنا زيد فرحان بأننا كاين هنا. الحمد لله التلاميذ تبارك الله وصل عنبي مأدبين وكيتصنتوا وكيبغيو يتعلموا شي حاجة اللي جديدة، وأنا راك كيف قلت لك قبل رانا فرحان بأنني كاين هنا. تقريبا هذه أول مؤسسة، وأنا جد فرحان بأنني كنت في مدرسة الأم ديالي. شرف كبير بأنني نعطي انطلاقة لأول مرة بأنني نشرح للتلاميذ شنو هي الألعاب السحرية، حيت ماشي غير في أوروبا ولا في أمريكا هما اللي كيقريو هاد المادة هذه. لي الشرف بأنني نكون أنا أول مغربي اللي كيقوم بهذه البادرة هذه مؤسسة لالا مريم. حاليا ما كاينش، كاين غير اللي كيتعلم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا كيستخدم الأقراص المدمجة، وراه حنا الحمد لله راه في عصر التكنولوجيا، راه أي حاجة كاينة في كنفكروا إن شاء الله، ولكن غير خاصنا معامل، مش ما كاينش معامل. شاركت في بطولات، راه كان الحمد لله لعبت في أكادير، لعبت هنا في مدينة الجديدة، لعبت في برا المغرب في دولة الإمارات، الحمد لله لا 4 مرات وانا كنشارك تما وما كنخيبش المغرب. الرسالة الأخيرة اللي كنوجهها بأن أي واحد عنده شي هواية يستمر بها وما يخيبش الظن ديالو، الحمد لله راه غادي يوصل. شكرا. السلام عليكم، معكم خديجة، تلميذة في السنة الثالثة من ثانوية إعدادية لالا مريم. كنا في واحد نشاط كان فيه التوجيه في الفقرة الأولى، والفقرة الثانية كان فيه الفن اللي حضر فيه واحد الفنان كبير محمد بوحافة. اول مره كنحضر بحال هاد النشاطات اللي فرحنا فيه بزاف حنا ولاد مؤسسه لالا مريم، وكان داير العاب الخفه اللي حنا تصدمنا فيهم، اللي كنا ما عمرنا شفناهم في الواقع، كنا كنشوفهم غير في التلفازه. وشكره بزاف، ونشكر كاع الاطر اللي حضروا معنا في المؤسسه، ونشكر مؤسسه لالا مريم اللي احتضناتهم، ونشكر موجه محمد بوحافة والاساتذه والمدير. النشاط كان زوين بزاف، حيت اول مره كنحضر بحال هذه الانشطه، واول مره كنشوف هذا الفن مباشره. تصدمنا حنايا، تصدمت انا بعدا كي ما عرفتش، واخا شاركت معاه ولكن راه تصدمت، باقي ما مشيقاش لحد الان. بغيت هذا الفن يكون بزاف في المؤسسات التعليميه، ويكونوا دائما قاعات لهذا الفن والفنون كثيره، ودائما تبقى هذه المدينه
مطوره بزاف، تطور على المدن الاخرى وعلى الدول الاخرى. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.